أخوتي تدخل إلى المركز وتخرج ما تفهم شيء. لا يوجد ذكر لمظلومية علي عليه السلام، لا يوجد ذكر لمظلومية أهل البيت عليهم السلام، والله هذا يخدش بالوحدة الإسلامية، لا يوجد ذكر أي مسألة ما حدث في التاريخ أبدا، مجرد صلاة ودعاء ويعني الله يجل وجوه الناس والمصلين، يعني تحولوا يعني راح غسلوا أدمغتهم حقيقة، أنا لا أريد أن ألفظ كلام آخر، أدمغتهم غسلت يعني غسلت، ما يعرفون شيء من عقائدهم، دعاء وصلاة وخلص، هذا كل الكلام، لا يحق لك أن تذكر أي مظلومية، أن تذكر أي مسألة خلافية، أن تذكر أي كذا، هذا يعني رجل الدين، لأنه إذا أراد أن يفعل ذلك هذا شو راح يكون مصيره؟ هذا مصيره راح يكون المسكين في الشارع، يطلع في الشارع لا راتب ولا طعام ولا شراب، وهو رجل دين ما عنده مهنة أخرى، راح يضطر يعمل عملا آخر ويعيش في إذلال وإذلال وإذلال لأنه خالف هذه العقيدة. فهذا أنا في تقديري لو طلب منه أن يتبرك ببول أبي بكر وعمر، هذا المعمم لو يغتسل ببول أبي بكر وعمر لا فعل، يفعل على حتى يعيش، وهذا عيشة ذلة طبعا، أنا أرفض هذه العيشة، أنام في الشارع أشرف لي من أقول قولا يخالف عقيدتي أو أقول قولا لا أؤمن به. نعم الأناس الذين وصلت بهم المرحلة من الإذلال من أجل أن يحافظوا على لقمة معيشتهم بأنهم يغضوا الطرف هسه مو يتنازلوا عن مظلومية أهل البيت بهذا اللحاف، هذا عند استعداد أن يغتسل ببول أبي بكر وعمر تبركا على أن لا يقطع معاشه أو لا يقطع، فهذه أصبحت نقمة وإذلال بحق الشيعة أخوتي.